بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة اخترت موضوع عن الإلحاد. الإلحاد منتشر كتير بين ولادنا، ومنتشر في الدول العربية للأسف الشديد. زي ما تقول ايه، الشباب كده طلعوا لقوا اللي قدامها الدنيا كلها ملخبطة ومفركشة، فقال لك مفيش. يعني انا هديك اليوم بتكلم مع واحدة بتقول لي انا بأمنش بوجود الله، بنت صغيرة. فقلت لها ازاي بتقولي الكلام ده؟ قالت لي فين الله بتاعكو ده؟ فين الله اللي سايب اليمن يحصل فيها كذا، سايب العراق يحصل فيها كذا، سايب سوريا يحصل فيها كذا، وفين قاعد؟ ليه قاعد بتفرج علينا وساكت؟ فين الامام اللي بتقول هيطلع ينقذ العالم؟ ليه ما طلعش؟ قعدت تسأل اسئله كتير 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 كتير. حسيت ان الكلام اللي في دماغها ده موجود في معظم الشباب، في ساكت وفي بيقوله. فقلت اعمل موضوع عن الالحاد، وانا عارفه ان الموضوع ده يهتم اكتر للشباب اللي باللغه الانجليزيه، للدول اللي موجوده في اوروبا وفي امريكا اكتر، انما انا هعمله باللغه العربيه للدول العربيه، لشباب الدول العربيه اللي يسمعوا ممكن يقدروا يستفيدوا من اللي انا هقوله على قدي. مش بقول لك انا هتكلم زي العلماء الكبار، انما هتكلم قد ما بقدر احكي هقول. اول قبل ما ابتدي احكي واقول ايه انا بستشهد بالايه اللي بتقول ايه، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. رد واحد قال لي طب خلاص، لكن انا لا ابي يعذبني اذا هو يهديني او هو ما يهديني. لا، اذا انت طلبت الهدايه يهديك، اذا لم تطلبها بتركك براحتك. الهدايه بايد الله فقط، لا فلان يهديك ولا علان يهديك ولا حد يقدر يهديك. اذا انت طلبت الهداية ربنا بيفتح لك الطرق، بيفتح لك الابواب، بيخليك تسمع من غير ما تحس عن حاجات تقنع نفسك اذا انت عايز. يعني مثلا انا بمسك الشباب اللي بيقولوا ما فيش الله، بيجي قال لي لا اله، قلت له اديك قلت نص الشهادة يا عم، كملها بقى ان شاء الله كده لما تفهم المواضيع تكملها وتقول الا الله. انت قال لي لا لا لا، هو الكون كله ان جاء من الانفجار الاول، زي ما حطوا بتوع الالحاد دلوقتي الغربيين حطوا في عقول شبابنا احنا على الكمبيوتر وعلى جوجل وعلى الحاجات دي، ان الكون كله تكون من الانفجار الاول. الانفجار الاول ده بيقول لك ايه؟ تعدد الاكوان، ان حصل انفجار كبير كبير، والانفجار اتخلق من وراه كواكب وحاجات زي الأرض، كواكب كتيرة كتيرة اتعبت في السماء كلها من الانفجار، وطلع من ضمن الانفجارات دي، من ضمن الكواكب دي، الأرض بتاعتنا. طب لما تيجي تسأله تقول له طيب اللي خلق الانفجار اللي قبل الانفجار ده كان ايه اللي انفجر؟ ايه هو اللي انفجر؟ مش في جسم انفجر؟ جه منين؟ مين خلقه؟ يسكت. حتى قلت له ايه؟ حطيت قدامك جهاز كبير وروعة وقلت لك اشتغل فيه، مسكت الجهاز انت وقعدت تتفرج عليه شمال وين مش عارف شغله، قلت لي هو ما فيش ورقة له او كتاب صغير يبين لي ايه اللي موجود فيه عشان اقدر اشغله؟ قلت له بالظبط، الكون قدامك اهو، ما فيش عندك ورقة حاجة يقول لك الكون ده اتخلق منين او مين اللي عمله. زي ما انت بتطلب صاحب الجهاز ده يحط لك معلومات عنه، كمان صاحب الكون ده اداك معلومات عنه. قال لي اداها لي فين؟ قلت له ابعت لك القرآن فيه تفصيل كامل عن خلقته كلها، اقرا يا سيدي وانت افهم، اقرا القرآن، لو لقيت ان القرآن فيه غلط غلطة واحدة تعالى كلمني وناقشني. قلت له الاكوان دي كلها، قال لك اتكلم عليها، اللي انت بتقول عنه ده وبتقول الطبيعة عملته هو اللي عمله. وقال لك أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. أداك الفكرة الأولانية اللي انت بتقول الانفجار العظيم أهو، قال لك كانت السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، يعني هو أداك المنشأ الأول. دلوقتي انت عايز تقول ايه بقى؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيقول لك كل إنسان يولد على الفطرة، يعني ما فيش انسان بيتولد ملحد، كلهم في الفطرة بتاعتهم عارفين الله، انما بينكروا ليه؟ اول حاجة نقدر نقول سبب التربية، لان وهو طلع ده ما تعملش كده الله هيعذبك، ما تعملش كده هتدخل النار،
لو قلت كده هتدخل بعرفش ايه، لو قلت كده. قال لك هذا انا ايه الله اللي بيضل يقولوا لي عليه ده؟ ده مخلوق قاسي جبار، بيقتل بيعذب بالنار بيحرق بيموت. لا ما بديش، مش عايز انا اتعرف عليه. هذا هو السبب. بص لكل الملحدين اللي في العالم دلوقتي وادخل جواهم، شوف الطفولة بتاعتهم، تجد ان الطفولة كانت عبارة عن خوف رهيب من خالق اسمه الله، ان الخالق ده جبار وقاسي وبيقتل بيعذب بالنار وبيحرق وبيعمل وبيخلي. فقال لك مفيش الله، نرجع للطبيعة، الطبيعة اهون، بتديني راحة وبتديني ان ده اتخلق كله على راحته، ده اتخلق ده جاء كده بالصدفة. انا صدفة لو 100 آية في القرآن بتتكلم عن العلم، إذا بتقول لي العلم هو اللي عمل، فاللي خلق العلم هو اللي قالك عليه. 100 آية في القرآن تتكلم عن العلم. جه الثلاثة اللي مشهورين في العالم دلوقتي اللي هو ستيف هوكنز وريتشارد دوكنز وواينبرج، هدول عملوا إيه؟ قعدوا مع بعض، حاولوا إنهم يتناقشوا مع بعض. كل واحد على فكرة فيهم من العلماء الكبار قوي في الطبيعة وفي البيولوجي وفي الكيمستري وفي كل حاجة، دي من أكبر العلماء المشهورين هناك، إنما ملحدين برضو. دول لما تفكر في تشوف تاريخهم في ولادتهم في طفولتهم تجد نفس الشيء، قعدوا مع بعض وقالوا إحنا مش قادرين يا جماعة نتفق على حاجة. كل واحد فينا بيقول شك، أنا موافق إن أنا بقول لا إله، وانت بتقول لا اله، وانت بتقول ما فيش اله، اوكي، انما مش متفقين على نظريه واحده. رجعوا قالوا ايه؟ لما نتفق هنثبت لكم كلكم ان ما فيش اله. طيب في دلوقتي على الساحه طلع علم جديد اسمه نيو ثيولوجي. العلم ده بيقول لك ايه؟ عايزين نقارن بين الدين، نقارن بين الالحاد والايمان. ازاي نعرف الالحاد والايمان؟ طبعا لما نيجي نقول له انت يعني مش هنكلمك بالدين، لان انت ما بتامنش بالدين ولا بتامن بقران ولا بتامن بمحمد ولا بتامن بحد، انما لما نيجي نقول لك ان منشا الاكوان دي لها خالق، لها الاساس، بلاش نقول الله، نقول العلم. طب العلم ده جه منين؟ لازم يكون موجود له واحد، حد اوجده. انت بتقول وجد بالصدفه، ما فيش حاجه اسمها صدفه، والا لما كانش الصدفه انت لو تشوف كيف العالم كله مترتب بنظام، عمرك شفت الشمس قالت مش عايزة اطلع النهاردة؟ صدفة كده جالها المزاج العكر وقالت مش عايزة اروح اطلع. شفت القمر قال لا ماليش مزاج انور الشهر ده. كل الكون ناشي بنظام دقيق ما بيتغيرش ابدا. النظام الدقيق ده اكيد ما حد مسؤول عنه، لازم انت تتشغل دماغك وتقول مين مسؤول عن النظام، عن دقة الكون ده كله. احنا الغلط، الكون ماشي صح. ولذلك لما ربنا قال لك، لما سأل السماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. ليه مش عايزة تتدخل؟ إحنا يا رب بين إيديك، إنما إحنا البني أدمين اللي ادانا الاختيار، وعشان اداك الاختيار دخلك في بطن أمك، كبرك وادي حضالك عينين ومناخير ودان وأحساس وأكل وشرب، وطلعت لقيت الكون قدامك مفتوح، وكبرك ونماك واعطاك واعطاك، ولما كبرت وصار العقل بتاعك كبر تقول انا بعترفش بيك، بعد كل اللي عمله له بعترفش بيه، مش اشكال. طيب عملوا ايه بقى بتوع العلم الجديد ده؟ بيعمل ايه؟ بيشوف بالرنين المغناطيسي الناس الملحدين دول ايه اللي بيحصل فيهم. اكتشفوا ايه؟ اكتشفوا ان عقل الملحد لما يجي يعمل عليه الفحوصات ويذكره بكلمه الله، العقل الجزء التحليلي في راسه هو اللي بيتحرك اللي بيشتغل. المؤمن الجزء اللي في الناصيه بتاعته هنا اللي بيشتغل، الناصيه دي مسؤول عنها العقل والتصور اللي ربنا ذكرها في القران سوره العلق، اللي قال لك ايه؟ لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصيه، ناصيه كاذبه خاطئه. لئن لم ينتهي نسفعا بالناصيه، لان هو اتكلم الناصيه هنا مكان العقل، مكان العقل هنا. فلذلك المؤمن عقله بس تقول له الله عقله يشتغل، انما الكافر النظام التحليل اللي في راسه من ورا هو اللي بيشتغل. يعني يا ترى هل في فرق بين عقل المؤمن وعقل الملحد؟ ما بعتقدش، لان خلقه ربنا واحده في الجميع. حتى انت لما عملوا جابوا راس فار، شافوا الانسجه اللي في راس الفار وجابوا راس حيوان تاني،
كل الأنسجة اللي في رؤوس المخلوقات واحدة، إنما تمييز بالتمييز بيجي بعد كده بخلقة الأكوان التانية، المخلوقات التانية، إنما النسيج كله واحد، شبكة مكونة كلها ملخبطة في بعضيها كده، وكلها حاجات مترتبة في عقولهم وفي راسهم، دي لأنها الخالق واحد. طيب جابوا جماعة من الملحدين اللي مصممين على الإلحاد، يحكوهم ما فيش فايدة، فحطوهم العلم الجديد ده، ربطوهم وحطوهم وحطوا كتفوهم ب طبعا أجهزة وشرايط وحاجات في راسهم وحاجات في كتافهم وحاجات في قلبهم، وعملوا عليهم تجارب كبيرة قوي. وقعد الدكتور قدامه وقال له أنا دلوقتي هسألك سؤال، لأن أنت مش هتجاوب، إنما عقلك هو الذبذبات اللي هتحصل قدامي على الشاشة هفهم أنت فكرت فيه. قال له أنت بتأمنش بالله، طيب أنا بقول لك دلوقتي احكي عن الله بكلمة جريئة، اطلب من الله انه يموت ابنك او يموت ابوك. لقوا ان الذبذبة اللي على قلبه الخوف اهتزت، لان وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، لان من جواك عارف بالفطرة، عارف ان في الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. اي واحد تسأله مين خلق يقول لك الله، انما ينكر قدامك، انما جوه عارف ان في الله. يعني انت لما تبص على فرعون نفسه اللي كان يفكر نفسه هو الله، انما لما جه وقت الشده بتاعته ولما نزل في وقت الغرق وحس انه بيغرق وبيموت، قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل، يعني امن بالله. ولذلك هنا يقول لك ايه، لو كان قال انا ربكم كان ما تعقبش العقاب ده، انما قال انا ربكم الاعلى. قال له انت ربكم الاعلى، طب تعالى بقى خد. ولذلك لما جه يقول امنت ضد جبريل وقال له الان، شوف كلمه الان عليها 6 مادات، يعني زي ما تقول له ياه الان، بس عشان خاطر امنت هنجيك ببدنك لتكون ايه عبره للعالم. فلذلك كل مخلوق عارف وجود الله، انما حتى بكل الاجهزه اثبت لهم ان لما يذكر الله وهو يقول لك ان اقول الله يقتل ابنك او يقتل ابوك خاف، فسجلت الاجهزه دي نظام الخوف بتاعته. قالوا علمانيين، احنا علمانيين وبنامن بالعلم ومفيش حاجه اسمها دين، والدين ده تحشيش، والدين ده افيون الشعوب والى اخره. تعال نشوف العلمانيه عملت فيكم ايه. انا هتكلم على امريكا اللي انا عايشه فيها هنا. 110 مليون مصاب في امريكا هنا من العلاقات الجنسيه الاباحيه، لان العلمانيه بتقول لك ايه، ما فيش دين، الانسان بيعيش بحريته، بيعيش بطبيعته، بيعيش باللي هو عايزه يعمله، ومحدش خاصه فيه وملكش دعوه بيه، وان هو يتصرف زي ما بده في الدنيا ويعيش براحته بالطريقه اللي هو عايزها. كانت النتيجة ايه؟ ان هم صابتهم الامراض الجنسية من العلاقات الجنسية الغلط، لان ما تلاقيش هنا، نادر لا تلاقي اسر نظيفة هنا، الراجل بيصاحب والمرأة بتصاحب والدنيا كلها سايحة بعضيها. هنا بيقول لك ايه؟ مرض السفلس والزهري والزهري انتشر بشدة. ليه؟ لان امريكا هنا اباحت الجنسية المثلية، عملوا لهم قانون ان ممكن الواحد يقف في المحكمه يتجوز صاحبه، وان الست تتجوز صاحبتها، قانون رسمي. انت انزل على سان فرانسيسكو وتشوف المناظر اللي هناك، حاجه غريبه. فلما امريكا سمحت بكده زادت الامراض دي بطريقه شنيعه هناك، الامراض دي انتشرت فيهم، دي العلمانيه جابتها لهم بقى. زياده شرب الخمور كان نتيجتها الاغتصاب، القتل، العنف المنزلي، السرقة، دي كلها جت نتيجة انتشار الخمور. هذه العلمانية اللي انتوا جبتوها عبلتكم جابت لكم الموت والدمار. طيب انهون اظبط بقى، تكونوا متبعين لدين يمسككم ويحط قوانين عليكم وتمشي حياتكم صح، ولا الفوضى اللي انتوا عشتوا فيها دلوقتي احسن؟ دكتور اسمه جيل بولون
ده كان مسؤول عن انتشار الأمراض الوبائية في جامعة من الجامعات، طلع ينادي يقول يا جماعة الأمراض دي بنتشر بطريقة جنونية، ارحموا نفسكم، لأن الأحسن حاجة وأظبط حاجة في الدنيا دلوقتي تمشوا عليها العلاقات الجنسية النظيفة اللي هي العلاقات الأسرية فقط، خارج الأسرة بتجيب لك أمراض. احنا المسلمين الدين بتاعنا بيحكمنا والدين بتاعنا بيمنعنا من الأشياء الغلط دي، فعشان كده الموضوع ده قليل لما تلاقيه موجود، ولو ان بتلاقي في بعض الدول العربية الحكاية دي انتشارهم، وخصوصا انهم بيستعملوا الأطفال العلاقات الجنسية مع الأطفال اللواط، انتوا عارفين مين طبعا. يجي يقول لي ايه، بقول له يا عمي في 100 آية في القرآن بتتكلم عن العلم. قال لي علم ايه؟ جبيلي اثبتي لي بس موضوع واحد في دينك او في القرآن يثبت ان العلم بتاعه موجود، او بحثي يقول ان القرآن اتكلم عليه. قلت له طيب حاضر، بسيطة قوي، تعال نقول لك على موضوع الحديد، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد. قال لي يا الحديد دي بتقول الحديد نزل من السماء؟ قلت له ربنا اللي قال الحديد نزل من السماء. قال لي لا، الحديد موجود في الارض، بنفحص في الارض بناخد الحديد، كيف بتقولي موجود من السماء؟ بلا بلاش ندخل على الناحيه العلميه في الحديد. تعال نشوف هنا اصل الحديد ايه. اوكي تعال نشوف اصل الحديد. في موقع، انا مش هقول اسم الموقع لانه ديت كام ما بعرفش ايه، مش هقول لكم، ما فيش داعي له. النشر في 2017 مقال كبير قوي يقول ايه اصل الحديد، كان ان اصل الحديد هي فلكية كونية، الحديد بيجي من حاجات كونية فوق. ازاي؟ قال لك في نجوم كبار قوي قوي بيسموهم النجم العملاق، العملاق الاحمر. النجم ده بيجي عليه وقت بينفجر انفجار كبير قوي قوي، لما ينفجر ذرات النجم ده مع الاكسجين مع الكربون اللي فيه بتنزل بتتفرق بتنتشر في الفضاء وبتنزل على الأرض، الذرات بتاعته بتنزل على الأرض، من الذرات دي بتتكون كواكب، لأن ده نجم كبير قوي قوي، فمن ذراته بتتكون كواكب. الذرات دي نزلت على الأرض في أول العصور، في أول النشأة، لما نزلت على الأرض كونت عمود الأرض اللي هو السنتر بتاع الأرض، المركز بتاع الأرض، مركز الأرض من الحديد. الحديد اللي نزل من فوق ده نزل في مركز الأرض وانتشر في الأرض، شايف؟ لما نيجي نقول لك بقى أنا اللي السبب الانفجار ده اللي خلقه، هو اللي خلى النجم ده ينفجر عشان ينزل الحديد على الأرض، والحديد ده يكون استعمال للبشر اللي موجودين على الأرض، يستعملوه في الحروب، يستعملوه في الـ في الـ في الـ في أعمالهم الزراعية، في أعمالهم الدنيوية. الحديد له فوائد كتير قوي، فلذلك كان من ضمن أساسات الأرض الحديد، فعشان كده ربنا نزله من فوق عن طريق انفجار النجم ده. لما نزل وكون مركز الأرض، تعال نديك بقى مفاجأة هنا، احنا عندنا في القرآن كم سورة؟ 114 سورة. 114 منتصف السور دي ايه؟ اللي هي 72 سورة الحديد، لان ده اعجاز في القرآن يا جماعة. القرآن كله ترتيب منسق جامد من قبل العلي الاعلى، ترتيب كامل منظم بكل بعدد الحروف بعدد الايات بالنظام كله. يعني لما تبص تلاقي الكون كله مترتب بالطريقة دي، ازاي تنكر ان الكون ده له صانع؟ هنا نقول لك ايه، الحديد ده محتاج لحرارة هائلة، مش ممكن ذرات الحديد تنزل الا اذا كان الحرارة بتاعتها هائلة جدا، والحرارة دي لا تتوفر في الارض، لازم تكون انفجار نجم كبير عملاق في السماء هو اللي سبب الانفجار ده، هو اللي سبب الذرات دي اللي تنزل على الارض وتكون الحديد. حتى ان جامعة شيكاغو هنا وجامعة تكساس عملوا موضوع جديد كمان، واثبتوا فيه ان الحديد ده عبارة جاي عن طريق انفجار نجم واصطدامه بالارض، نفس النتيجة. اديك
مثال تاني، اديك بحث تاني، اديك حاجة تانية موجودة في القرآن، حاجات كتير 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 موجودة في القرآن. طبعا انا مش هقدر احصيها كلها لان كلها محتاجة صور ومحتاجة حاجات تكون انت قاعد تتفرج عليها، لان انا مجرد ان انا بديك بس كشاف على الموضوع وانت عليك انك تبحث، لان عقلك لازم يشتغل، مش بس تسمع، عقلك لازم يشتغل معايا. يعني مثلا هنا يجي يقول لك ايه بالنسبة لخلق الانسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بطريقة مميزة جدا، وعرف كيف النطفة كيف تدخل في الرحم، وعرف كيف تتكون، وعرف 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 وعرف. جه الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو بيكمل ليه ما أجاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. فالرسول هنا قال لك إيه، لما يبلغ الجنين في بطن أمه 42 يوم بيبعث ربنا سبحانه وتعالى ملك يعني يشكله بشكل إنسان، يفتح له العينين والمنخار والودان والتم والإيدين والرجلين، ويكون شكله شكل إنسان. 41 يوم شكله عبارة عن كتلة هيك، شكله زي أي كتلة لجنين حيوان أو جنين حشرة أو جنين إنسان، كل نفس الحكاية المنظر. إنما للإنسان بعد 42 يوم بيتشكل بصورة إنسان. ها، وجم دلوقتي في القرن 21 صوروا الجنين بالطريقة دي وأثبتوا إن بعد 42 يوم بيبتدي ياخد شكل إنسان. ده الكلام ده تتكلم عنه ربنا ب 1400 سنة لورا، وتقول لي اديني بحث من القرآن. أهو القرآن بيتكلم عن الحاجات اللي أنت دلوقتي بتقول العلم هو وبس، العلم دلوقتي جابها، وإحنا من 1400 سنة قالها ربنا سبحانه وتعالى. تعال نشوف موضوع تاني، اديك موضوع في الكونيات. على فكرة المواضيع دي كلها موجودة على اليوتيوب، تقدروا تتفرجوا عليها وتشوفوها بالصور بالتفصيليات كمان. هنا يقول لك إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، هل الشمس تتكور؟ نعم. دلوقتي ناسا طلعت قبل مدة بسيطة إن صورت نجم كبير قد الشمس بيموت بيحتضر، قالت لك النجم ده بيلتف على نفسه وبيبتدي يختفي ضوءه شوي 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 وبعدين بيموت. نفس الكلام اتقال قبل 1400 سنة، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، فإذا الشمس هيجيها وقت تموت. فاللي خلق الشمس هو اللي قال لك الكلام ده، مش العلم يا اخويا. العلم دلوقتي، العلم اللي انت بتقول عليه ده جاي من كلام الله. طيب واحد بيسأل سؤال، ليه القرآن نزل آخر الأديان؟ إذا أنت بتقول القرآن عنده العلوم دي كلها واتكلم عن العلوم دي كلها، طب ليه ما نزلش من أول الخلق، من أول ربنا ما خلق الأرض؟ سؤال جميل وسؤال حلو، تقدر تجاوب عليه إزاي؟ افرض أنت قاعد في البيت وابنك قال لك بابا أو ماما أنا عايز أطلع دكتور، بتقول له خش اطلع دكتور، ولا بتقول له ادخل ابتدائي وبعدين ادخل اعدادي وبعدين ادخل ثانوي وبعدين ادخل جامعة وبعدين اطلع دكتور؟ تدريج. العلم لازم يوصل معاك بالتدريج شوية 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 لما تكون مؤهل انك تكون دكتور. كذلك ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون بتاعنا وخلق فيه انبياء، وحط كل نبي بمقدمات كلها لرسول الله، مقدمات كلها للدين الخاتم، لان الدين الخاتم في النهايه لازم الكل يفهمه، وعشان تفهمه لازم يكون عندك فكره قبل كده عن بقيه الاديان. فادالك الاديان شويه 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 لرقاك وخلاك مرتقي عشان خاطر توصل لدين الاسلام وتفهمه. دلوقتي احنا كلياتنا، بتكلم علينا احنا، عندنا علم غير عن قبل 5 6 قرون لورا، غير عن وقت ما كان القرآن نازل. يعني كل العالم العلم دلوقتي عندنا بيتطور بيتطور بيتطور. يعني مثلا احنا لسه قبل 50 سنة كنت تستعمل الراديو، ما فيش راديو، رجعت تستعمل الكاسيتات، ما فيش كاسيتات، تستعمل السيديهات راحت، تستعمل كل ده ليه؟ تطور في العلم، تطور في العلم. كل ده عشان ايه؟ يأهلك لما يطلع الإمام المهدي سلام الله عليه ويديك العلم الأخير القوي الجامد، يكون عندك انت خلفية ثقافية تفهم هو بيقول ايه.
فكل حاجة بالكون عملها ربنا بالتدريج، حتى الأنبياء نزلهم كلهم بالتدريج حتى يوصلك إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله. طيب تيجي نبص على الكون، أنا قلت لك الشمس كورت. يجي عندك نسألك سؤال تاني، يجي يقول لك إيه؟ الشمس والقمر، هو جعل الشمس ضياء والقمر نورا. كانوا زمان يقولوا القمر هو بينور لوحده، لا، عرفنا إن الشمس، إن القمر بيعكس ضوء الشمس على الأرض، القمر بيعكس ضوء الشمس على الأرض، فجعلنا الشمس ضياء والقمر نورا. الكلام ده جه قبل 1400 سنة، لما يقوله لك دلوقتي ويطلعوا يطنطنوا فيه، كل ده كان موجود عندنا احنا في كتابنا، ليه تقول لي مفيش أبحاث؟ طيب أفلا يتدبرون القرآن وإن كان من غير من وإن كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. إنما ده من عند الله، يعني واحد جاي يقول لأبوه إيه؟ يا بابا أنا اتعرفت على بنت مسيحية وحابب أدخل في دين المسيحية معاها. الأب كان حكيم وعنده عقل كبير، قال له شوف يا ابني، انا ما اتدخلش في اختيارك في دينك، انت حر لان انت هتقابل ربك لوحدك، بس انا بطلب منك طلب، امسك كتاب الاسلام وامسك كتاب المسيحيه، اقرا الكتاب ده واقرا الكتاب ده، ان لقيت فيه تشابه او اختلاف او فيه اخطاء او لقيت فيه ده غلط او لقيت فيه ده غلط، امشي على الدين اللي يعجبك. اخذ الولد النصيحه، مسك القرآن وقعد يقراه بالتفصيليات بتاعته، ومسك الإنجيل وقعد يقراه بالتفصيل، قال له لا يا بابا أنا لقيت القرآن أظبط. يعني شوف الواحد كيف بيجي، مش ضرب وخبط وعمل وطح وعمل واطلع بره وما تقعدش في بيتي، لا، قاله بأسلوب عاقل وبأسلوب هادي، لأن الدين اختيار، إنما أنت عليك إن تختار صح. طيب يجي العلم يتكلم عن والليل، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. العلم بتاع حضرتك بيقول ايه؟ بيقول ان الليل بيجي الاساس هو الليل، وان النهار بيجي بيلبس على النهار الليل وبعدين بينسلخ منه، مش كده؟ طب قالها لك قبل 1400 سنة وقالها لك بالتفصيل. تعال نشوف العلم دلوقتي كيف بيفسرها، الكلام اللي جه قبل 1400. العلم دلوقتي بيقول لك ايه؟ بقول لك ان الاساس اللي هي الظلام، وان الظلام ده مخلوق، مخلوق وله ماده، ما تفكروش ان كنا بنفكر الظلام ده لا شيء، لا، الظلام مخلوق وله ماده، وان الماده دي متكونه حوالين الكون بتاعنا كله، بحيث ان الارض لما يعم عليها الظلام ينزل عليها النهار. كيف بيجي؟ بيجي بيلبس على الارض قشره رقيقه رقيقه رفيعه، بتيجي بتدخل على الأرض، إنما مع الـ الـ الألوان السبعة اللي موجودة في الكون اللي هي ألوان الطيف، بتحصل إيه؟ لو نزلت لو كانت الشمس عمودية ونزلت على الأرض بتاعتنا، عينينا بتروح، فلذلك الظلام بيعمل إيه؟ بياخد كل لون معاه لون أسود، كل لون معاه لون أسود، كل لون معاه لون أسود، عشان يديك اللون الأزرق اللي موجود في السماء، ينزله بطريقة لطيفة عينك تتحمله، وإلا لو كانت الشمس بتنزل علينا على طول عمودية ما يشتتهاش اللون الأسود كان كلنا ضعنا. دي ده خلق الخالق، ده خلق العظيم الأعظم، ده خلق الله، وهو قال لك الكون بتاعي مفتوح وأنا اديتك الكتاب بتاعي تقرا فيه انا خلقته ازاي. وخد بالك الكتاب بتاع ربنا غير عن بقيه الكتب كلها، يقول لك انا بيقولوا عني كذا وبيقولوا عني كذا وبيقولوا عني كذا وبيتهموا كذا وبيتهموا كذا، مفيش كتاب، مفيش واحد بيكتب كتاب يقول لك فلان قال لي كذا وفلان قال عني كذا، ابدا. قال لك انا حطيت رسل وعملت الرسل وجبت رسول الله وحطيته الخاتم وقالوا عنه شاعر وقالوا عنه مجنون وقالوا عنه انه بيتعلم على ايد بحيره او على ايد تاني اللي هو ورقه بن نوفل، اتهموه بكل التهم عشان يبينوا ان هم اللي صح، يبينوا ان دينهم الملخبط هو اللي صح. لا، الكتاب ده كتاب ثقه، ولذلك يقول لك ايه؟ اذا لقيت فيه غلطه واحده تعال اتكلم، ولا غلطة، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا، انما هو ده من عند الله، ولذلك لا يوجد في القرآن اي اختلاف. طيب القرآن تحدث عن الذرة،
اللي انت دلوقتي فرحان ومطنطن حالك فيها وبتقول فيها الكوارك وفيها بعرفش ايه وفيها بعرفش ايه، والذره بتتفتفت واصغر من الذره. قال لك يا سلام يا سيدي، القران اتكلم عنها، قال لك لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات والارض ولا في الارض ولا في اصغر من ذلك ولا اكبر. فاذا تكلم عن تفتيت الذره، اصغر من ذلك ولا اكبر. وبعدين ان الله لا يظلم مثقال ذره. شوف الكلمة دي قد ايه تديك رحمة كبيرة من عند الله، ما يظلمش. يعني احنا المثقال، يعني مثلا انت تقول ايه، بتوزن شغلة، بدك تروح تشتري شغلة بتوزنها تحطها على الميزان، طلعت شوية زيادة مش اشكال، طلعت شوية ناقصة مش اشكال. انما لما رحت تشتري ذهب بالنقطة بيحاسبك، فاهم ازاي؟ الذهب مقياس الذهب غير، انما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك مثقال ذره ما اظلمش. انما ايه، انت بتكون رافض انك تؤمن بالله، وهو بيقول لك انا فاتح ايديا وبقول لك تعالى. ولذلك انا حطيت كتاب اللي لازم تقراه وتعرف الكون ده مخلوق ازاي، حطيت لك المقدمه بتاعته بسم الله الرحمن الرحيم، ما قلتلكش بسم الله الجبار العنيف، ما قلتلكش بسم الله الظالم، ما قلتلكش بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا كل رحمه وكل خير، وبقول لك ان يا عبدي اذا رجعت لي فبيكون بابك مفتوح، اذا رجعت لي بشطب كل اللي انت قلته وبقلب لك سيئاتك حسنات. اكتر من كده رحمه؟ اله كبير ضخم عظيم خلق الكون ده كله، لو تشوف الكون ده كله المجرات دي مش بلايين، تريليون مجرات، وفيها ناس وفيها مخلوقات يعني مثلا هناك آيات علمية ما ذكرهاش العلم لغاية الآن وجابها لك في القرآن. أديك أمثلة، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. نقول الله، كأن السماوات والأرض فيها ناس وفيها دابة، يعني مخلوقات تدب على الأرض، فإذا في ناس مخلوقات تانية في السماوات. آلاف المجرات دي هتكون فاضية بس حضرتك اللي قاعد في المجرة بتاعتك؟ مش ممكن، في مخلوقات كتير وفي انبياء كتير وفي خلق مدن زي مدنكم وفي ناس زيكم. ولذلك يقول لك سلام على نوح في العالمين، مش عالم واحد، ولا نوح نزل في عالم واحد، انما قال لك سلام على نوح في العالمين، يعني معناته عوالم كتيره وفيها انبياء كتيره وفيها خلق من خلق الله كتير. ولذلك ذو القرنين لما راح وتعرف على عوالم تانية، على فكرة الناس كلها مختلفة في ذو القرنين ده، لذلك مش هدخل فيه أنا. علماء كتير كل واحد بيفسره شكل على مزاجه، إنما لما يقول لك فأتبع سببا، كلمة سبب دي تطلق على السماء ما تطلقش على الأرض. إنما تبص لذو القرنين، ناس ما بيعرفوش يتكلموا، ناس عندهم مشاكل، ناس قاعدين في مكان ما بتوصلوش للشمس كل 6 شهور، ناس وناس وناس، مخلوقات في الكون كله مخلوقات كتير. ولذلك تبص تلاقي دلوقتي العلماء بيبعتوا رسائل في فضائية عشان يكشفوا العوالم دي عن طريق المركبات الفضائية، عن طريق الآلات اللي بيعملوها. 50 رسالة طلعت من ناسا لعوالم فوق بكل الأديان وبكل اللغات عشان يكتشفوا ان عايزين نعيش بسلام معاكم، محدش يهاجمنا ولا احنا هنهاجم حد، لان اتأكدوا ان في عوالم تانية. واثبت دليل على ان العوالم تكون فيها بشر اللي هي يكون فيها مية، طالما فيها مية فيها اكسجين، وطالما فيها اكسجين فيها بني ادمين. طيب سورة القيامة مثلا قال لك وخسف القمر وجمع الشمس وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. امتى جمع الشمس والقمر؟ لسه ما اجتمعوش، لذلك ده علم لسه ما جاش، والعلم بتاعك ما وصلوش. اذا السماء انفطرت، واذا الكواكب انتثرت، واذا البحار فجرت، ده كله حصل ما حصلش. فديك هو بديك علم جاي بقى، قول لي بقى مين هيعمل الكلام ده، الصدفه ولا مين هيعمل الكلام ده؟ العلم لحاله قال لك اذا السماء انفطرت. انت تعرف يعني ايه انفطار السماء؟ اللي هي ذكرها لك في سورة الرحمن، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وردة كالدهان. واحنا عارفين ان في المعلومات اللي احنا عرفناها عن اهل البيت عليهم السلام، ان في يوم القيامة تفتح السماء الاولى، فلما تفتح السماء الناس واقفين كلهم في موقف القيامة
ظلام وسكوت رهيب، والكل واقف وقوف يعني مخيف، صمت رهيب، انتظار، قلوب بتخفق، عيون زايغة مش عارفين ايه اللي هيحصل، فاهم ازاي؟ فتفتح السماء الاولى وينزل ملائكة السماء الاولى، فكلهم يطلعوا يقولوا ربنا جه، يلاقوا الملائكة لفت حوالين اللي واقفين كلهم، عملت عليهم دايرة. شوية السماء التانية اتفتحت، نزلت ملائكة السماء التانية لفت حوالين الملائكة بتوع السماء الأولى، السماء التالتة، السماء الرابعة، السماء الخامسة، السماء السادسة. لما تلف الملائكة حوالين اللي واقفين دول كلهم، يجي النداء يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. حد يقدر يهرب في الموقف ده؟ حد يقدر يتخبى في الموقف ده؟ إطلاقا، لأن خلق الخلق هو اللي عارف كيف يدبرهم، كيف يقف معاهم، وكيف يكلمهم، وكيف يعلمهم باللي جاي، وكيف يقول لهم اللي هيحصل فيكم إيه. انتبه قبل ما يفوت الأوان، انتبه قبل ما يعدي عليك العمر، انتبه واعرف إن ربنا محضر لك إيه. عشان كده لما يجي الإنسان يموت تيجي الملائكة تسأله، حتى ملائكة زبانية جهنم بتسأل ما سلككم، ما يعني إيه اللي نزلكم هنا، ألم يأتيكم رسول؟ بلى جانا رسول، وإحنا ما كذبنا ما صدقناش، سحقا لأصحاب السعير، سحقا لأصحاب السعير، بيقول لهم كده انزلوا. لما يقعدوا في النار يفضلوا ينادوا يا مالك يا مالك، قول لربنا يدينا بس يوم واحد، يقول لهم إنكم ماكسون، أداكم وأنظركم وفهمكم في الدنيا وتكبرتم وصممتم على عيناتكم، ورغم خالفتوا فطرتكم، خالفتوا نفسكم من جوه، بحيث انت وانت قاعد بينك وبين نفسك لما تقع في شدة، حتى لو كنت ملحد، لو اتزنقت خالص تقول يا الله احطك في سفينة والبحر هاك في السفينة والسفينة قلبت، هتلاقي نفسك وانت نازل بتقول يا الله بدون ما تحس، لان انت مجلوب على الفطرة، فما تعاندش وتقول انا ملحد، انا ما امنش، انا بعملش. طيب في سورة الأنبياء قال لك كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا حقا إنا كنا فاعلين، يعني الخلق بيروح وبيجي وبروح وبيجي وبروح وبيجي. طيب اتكلم القرآن عن العالم الآخر، هل علمك اتكلم عن العالم الآخر؟ هل الطبيعة كلمتك عن العالم الآخر؟ هل الصدفة قالت لك عن العالم الآخر هيحصل فيك إيه؟ لا، القرآن اتكلم عن العالم الآخر وقال لك بالتفصيل هيحصل فيك إيه. اتكلم عن الجنة والنار، هل تكلم معاك كلمتك الطبيعة وقالت لا انت بتقول ما فيش جنة ونار، ازاي ازاي ما فيش جنة ونار؟ تفتكر كل الخلق ده عبس؟ اللي بيموت خلاص بيروح، اللي قتل واحد خلاص بيعدي عليه والتاني بيتفلت، وإلا كانت الدنيا بقت زي الغابة. حتى الحيوانات عندهم الغريزة بتظبطهم اكتر مننا. اتكلم عن الجن، والجن موجود وفي الجن بيلبس ناس دلوقتي وإلى آخره، تقدر تقول العلم بتاعك قال إيه عن الجن؟ ولا تصرف مع الجن إزاي؟ ولا جاب لنا سيرة عن الجن؟ لا، آدم كل الأديان اتكلمت عن آدم، وانت بتأمنش لا بأديان ولا بآدم. طب أول من خلق على الأرض مين؟ احنا ما نقولش في السماء، أول من خلق في السماء احنا كمسلمين بنقول هو محمد صلى الله عليه وسلم، نور محمد هو اللي اتخلق. انما نقول لك اول مخلوق على الارض كان مين، وايه اللي حصل في الديناصورات، وايه اللي حصل في الخلق الاولاني؟ يا عمي والله ما عندكم اجابه، والله ما عندكم اجابه، بس انت اهدى كده بالراحه وشوي شوي، وافهم بعقلك وفلتر عقلك وخليه يفهم الكون ده له صانع وله خالق، هو مسؤول عنك. ولو انت عندك الشجاعه اقف وتطلع على السماء وقول له اقتل لي ابني او اقتل لي ابويا او اقتلني دلوقتي لو انت رب صحيح، شوف هيحصل فيك ايه، لو عندك الشجاعه اعملها. انا بقف لغايه كده النهارده، وبشوفكم في حلقه تانية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.